موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدمون كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج. المقطع هذا جدا جدا استمتعت وانا صوره، صورته لمده ساعتين. فإليه طلب جدا بسيط: لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات. ما ابغى اشغلكم بسالفه اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، لكن مثل ما تشوفون القناه حاليا طايحه، في ناس يقولون نوع سو حاول انوع، اوكي؟ بس في مقاطع صورها ترى ما نزلها سبت انها ما عجبتني، يعني صورت مقاطع كثير ترى ما عجبتني والغيتها بكل بساطه. يعني لا تقصرون الدعم في هذا المقطع، لا تنسون كود رايتم شو في اس ال، موقع روكت ليج اكستشينج، رابط في الوصف، كود في اس ال راح يخصم لكم 3% والكريدت عندهم ارخص من اللعبه. فاشتر كريدت من روكت ليج اكستشينج، اذا جاتك الكريدت هناك في روكت ليج اشتري اللي تبيه بسعر ارخص بكثير من روكت ليج نفسها. فبس هذا كان عندي، استمتع في المقطع الرهيب جدا جدا. قبل ما نبدا اي شيء روح لايتم شو، كود في اس ال محطوط اهم شيء. خلاص الحين تروح على هذه نايت رايدر، سياره غريب شكلها للامانه، بس شكلها جامد حق جمب ريست، يعني تعرفوني حق جمب ريست كذا. شراء 100 كريدت والله تعتبر يعني اسعارها مقارنه بالسياره الثانيه ويعتبر كويس سعره. نغير من فينك الى هذه السياره، نايس. حاليا تشامبيون 1 ديفيجن 2 باذن الله، باذن الله اني بنهي المقطع على تشامبيون 2 باذن الله. بحاول. لا هدف اشوا تكفى يا الله يا الحظ، يعني ابغى يبلك ان شاء الله هدف. يا خوينا جربي جره الخمه خوينا، تكفى هدف اخيرا الشوت اخيرا يا شيخ. تكفى يمين لك، لا يا خوي لا لا، شوفوا اللحظه هذه، شوفوا ايش سوى. اوكي والله اعطاني اس استليم، تكفى ليه ايه. انا احس هذا جيم فوز، احس هذا جيم فوز. خلاص لك يا خوي يلا. اوكي قولك لا يا شيخ لا، تكفى تكفى والله خوينا ايش في رجع، والله العظيم تعبنا حشرين وحشر. او ماي جاد وات، روح والله تكفى تعبنا تعبنا الله والله العظيم تعبنا يا شباب، والله جابنا قطعون بليز الجيم يا شيخ. خوينا اربع سيفات ما قصر ابدا. اوكي ما معي بوست، جي جي. اوكي هلا جاب العيد الحمد لله. تكفى خلاص بس الكوره الناشبه، نايس نايس خوي اعوذ بالله الجيم. خوينا ما ادري ايش كان يسوي قبل شوي، بس الحمد لله انه ما جت. نايس شوت خوينا، اللي سوى فيك نايس شوت، ما ادري شلون طقها صراحه. اوكي دبل نايس نايس، ما ادري بيسوي فيك ولا لا، بس خلنا نقعد. اول هدف سوى فيك، نايس شوت. واو نايس والله نايس يا ساتر، بعدها طلعوا يا والله يا ساتر، اكسر قفته هنا. جيم جميل شوت جريت باس، انا ما ادري كانت كورته برا، اتوقع انه برا. والله جريت باس نايس يا خوي، يا والله جريت بجرة طقه خايسه، بس ما ادري ليش توقعت انه هنا مو بطاقه. نايس والله ثلاث اهداف وسكور 600، ما قصرنا حرفيا ما قصرنا. والله ابغى اجيبها صراحه،
خوين ما معبوس ف اعطى كذا ارضى. نايس لعبناه صح. ايه حبيب برفت وراه ما قصرنا في هذا الجيم. جي 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 والبيت. والله سالفه الوايب ده شيء رهيب جدا. اذا ما معك بوست لازم تسويها. اول ما شف نط نط عاديه وضغط ايرول. اول ما تحس ان الكفر اللي ورا لمس الارض خلاص اضغط دبل اكس فجاه السياره تسرع حتى بدون بوست. فهذه الفكره اوكي شيء جديد شيء قديم ما لي دخل بس ان توني اتعلمها يعني. على بالي انها شيء صعب صارت سهله. اوكي نايس سبقناه. كنت ناوي اخذ البوس بس فكرت فيها قلت لازم استغل اللحظه هذه لحظه انه جاي ياخذ الكره او يطق الكره. لا اخذت بوست ولا شيء. عطنا هبه هنا تلعبها لي. يبغى يصدم بس ما قدر تضيف. ابى انشب والله بانشب. خذيت البوست بعد. نايس شوت نايس شوت الله العظيم نايس. ايش تنشب ايش تسوي حتى بوست بدون بوست لا تخلص بوستك. خل معك 20 30 كذا وانشب له من نشبه الارض. امشي ما احتاج طقه يا اخوي ما احتاج بس كذا فرف التاج رباط خلاص النهايه. والله شوتات السياره مو طبيعيه والله ان شوتاتها مو طبيعيه. ما هي كبيره يعني زي الدومينز والنيسان لا. في هدف يا ساتر. يا ساتر وش الهدف. بلوك الارض يا ابوي بنش على الارض من ذاك الموقع. أنا آسف والله إني آسف والله إني آسف. والله الويب داش فادني مرة. نايس يا خوي والله نايس بطل. ما أقدر أسوي شيء بس كذا خوي تكفى. نايس شوت والله بدون بوست يوم خلاها لي خوي قلت خلني أشوت بس. يوه صدى بس على جوا الحمد لله. نايس اخوي انشب اي انشب قولك. يوه نايس شوت. انا عندي صده بس ما صده ما ادري شلون. اشوف شلون الاخيره. اوكي هنا جربه حتى هنا ما طقه. شكرا للبنج العالي شكرا. يطقها اوكي والله قلت يا انه يطقها بقوه وتجعل مرمانه يا اني اروح اكمل. شوف الرانك تكفون تكفون اعطونا 3 تكفون. والله ما قصرنا في الجيم اقسم بالله ما قصرنا. ديفجن 3 انه اطلع لنا رانك اب طيب. اوكي وات والله يا بن جليم كيف 88 ذي كيف جريت باس. نايس شوت ما يمدي يصدها ان شاء الله. نايس اوه نايس الله لفيت فيها لفه سريعه سريعه سريعه. اوه ماي جاد وين تمركزي قبل شوي يا ساتر. اوكي مو بهدف ان شاء الله. نايس نايس شوت. يا عيني البلوك يا عيني البلوك. نايس والله كنت ناوي الحقها بس لعلها هنا طقني. الله جلد يا شباب والله جلد يا جماعه. فيول بليد الحمد لله انهم انسحبوا عشان الرانك كذا يقرب خلاص. يلا اعطونا ديفجن 4. اي ما في ديفجن 4 ليش؟ ان شاء الله هدف. نايس والله اني شبت نشبه مو طبيعيه صراحه. الحمد لله انها جت. يلا ها جريت باس. المفروض انه يشوت على طول بس لا شوفوا اسهل شيء انه يشوت. ما ادري ليش سوى كذا. ايه جريت باس يا شيخ. اوكي ثانيه جريت باس. ايه يا شيخ ايه والله 5 اهداف كلها انا. بس امشي اعطيته سوري تيمي. يا ساتر يا ساتر والله اني اقول لكم شهاداته مو طبيعيه ذي.
بس كريت بس. والله العظيم جوهداتها مو طبيعيه، اقسم بالله جوهداتها مو طبيعيه. يا ساتر يا ساتر يا شوته. كريت بوس يا عيني. تكفى يا خوي، لا ما تستقرب زي كذا. صار وات طلع على طول. اوكي خوينا يبغى يخلي الكره اني انا اجيبها. اضبطت الحركه عقده، جربت جرب الاولى بس صدها ما ادري شلون. لمسه خيره. يو قالك نايس شوت. تكفون اطلع بس. يا ساتر والله جاب العيد هنا. انا قاعد الاحق في الثاني عشان بس افجره. يا ساتر اطلعوا. طيب اطلعوا. جي 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 جي. تكفى خوي. نايس شوت. والله بلوك كليم يا ساتر. قوي بلكت الحمد لله اني بلكت يا ساتر. لا نايس شوت يا الله. والله بغى يجيب العيد. شوفوا جاب العيد هو هنا في الكنترول بس الحمد لله انه يعني ضبط الوضع الحمد لله. تكفى نايس شوت. ايه اضبط كنا. شوف النزله بس يا ساتر. والله بيطق له لحظه. جي جي والبلاي. تكفون كم تو تكفون. ما جاء. شوته نايس نايس جريت باس. والله ما ادري شلون بلكها بس شكرا يا خوي. والله شكرا انك صملت في اللحظه. صملة جامدة وما ادري شلون جت كذا. نايس شوت. اوت قالك نايس شوت. خوينا ما ادري بيجي يطق الكورة ولا مطاقه ما ادري ما ادري. شو كيف جايني خوي؟ بغى يصدمني. قلبت الطاولة يا شباب. تكفى شوت زي الناس. والله اني داري قسم بالله اني داري. وي كان دو ات جاست فوكس. نايس شوت. مديك يا خوي. نايس شوت. كيف تعزيز؟ ركز بس. كريت بوس. والله قلبنا النتيجة. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لا جبت عيد انا. كريت بوس نايس. والله حرام ما جينا رانك اب على هذا الجيم. اقسم بالله جلد. اقسم بالله جلد 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 بشكل مو طبيعي. كريت بوس. تكفى يا الله. كريت باس نايس. والله ثلاث هجمات ورا بعض كلها. ابغى خوينا بس يطلع معي بس قاعد ورا النص. نايس شوت كالكوليتد. والله من السد. نايس شوت. ما معبوس بس قاعد تستف معه. الله ياخذ بيس. اوه يا سيف. يا ساتر يا سيف. نايس. والله شوتات محترمة يا شباب. لازم المقطع هذا تفجرون ام لايكات. لازم بعد هذا اللي قاعد تشوفونه الحين. قيام جامدة. تجيب الرانك اب بسرعة بسرعة من تشامب 1 ديفيجن 2 الى تشامبيون 2 باذن الله. نايس نايس جبنا تشامب 2 الحمد لله. طيب يعطيكم العافية على المشاهدة. ان شاء الله استمتعتوا. للامانة انا استمتعت تصوير حوالي ساعتين. لكن الجيم رهيبة جدا. يعني ما خسرنا الا اول جيمين بس باقي كله فوز. خلونا نفتح باكيت قدامكم يعني. اوكي فيري رير. طيب يعطيكم العافية على المشاهدة. ان شاء الله استمتعتوا. اكتبوا لي تحت في الكومنتات تبون نلعب باي سيارة في المقطع الجاي. ولا تقصرون في هذا المقطع لايك اشتراك وفعل زر التنبيهات لان المشاهدات نازلة الحين فلازم تربطوني باللايكات والاشياء الحلوة هذه. من العافية. يكم على خير. سلام.